بره. حاضر. استنى، حط المنزل في ايدك دي هنا، روح اترزع على الكرسي ده من غير ولا كلمة، زيك زي الكرسي بالظبط، فاهم؟ ايه اللي عملته في دنيتي يا طريف عشان يحصل لي كل ده؟ أصل اخرس، ايه الجريمة اللي ارتكبها نجيب زاهي زركش عشان حتة عيل يطردني والتاني يحاسبني؟ مين دول؟ ايه العيال دي؟ يا اخي طز فيكوا على اللي جابوكوا، وطز في شفيقة، طز في نجيب زاهي زركش كمان، عالم زبالة ملهمش أي لازمة. صح، اخرس. على فكرة أنت كمان يا طريف مالكش لازمة، زبالة. عارف ليه؟ أنت يا حبيبي مولود هنا في القصر، خدام، ابن خدام، وأنا كنت بعاملك كصديق. صديق إيه؟ أنا كنت بعاملك كأخ. طلع إن ده أكبر غلط. ليه غلط؟ عشان أنت واطي، لا بتحفظ سر ولا تصون عشرة. صح، اخرس. ايه السر في الوطيان ده يا طريف؟ ايه السر في الوطيان اللي انت فيه ده؟ ازاي يعني شيرين تشاور لك بطرف صباعها تروح تبيع لها نجيب واللي جابه نجيب؟ ايه السر؟ السر اخرس. ايه اللي يخليك تروح تفتش لها سر انا تمنتك عليه؟ اما ذلك خلاص، اتبسطوا انت وهي، هما بقى اللي مش عايزيني. محدش عايز نجيب زاهي زركش، ولا حد حتى طمعان في فلوسه. فضلت يا طريف دايخ، هموت عشان اعرف مين فيهم ابني. ولما لقيته قال لي شكرا، انا مستغني عن خدماتك يا ابني. انا ابوك، انا عارف انك ابويا، انا مش عايزك، ما حدش عايزني يا ظريف، ما حدش عايزني. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.